السيد ولي ولايه فتره المحترم الدكتور محمد المالك، السيد المحترم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد المحترم رئيس او مدير جامعه بابنا واحد، الساده المحترمون اعضاء البرلمان بغرفتين، السلطات العسكريه والامنيه والمدنيه الحاضره معنا، الاسره الاعلاميه كل باسمه ومقامه، الساده العملاء المحترمون كل باسمه ومقامه، اساتذه جامعه بابنا واحد المحترمون، الطلبه الاعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ان نبدا في القاء ملخص هذه الدراسه، اود ان نتوجه بالشكر الجزيل الى المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين مكتب بابنا على اتاحته لنا هذه الفرصه من اجل عرض هذه المداخله، كما نشكرهم ونشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد على ربط الجامعه بمحيطها الخارجي. اذا دراستنا هذه العلميه الاكاديميه جاءت معلمه وموسومه بفوضى صناعه المحتوى الرقمي، فوضى صناعه المحتوى الرقمي بين التدفق الاعلامي وانغماس الذات. يعني اننا حاولنا ان نلتقي بعض المصطلحات العلميه الاكاديميه التي تعبر عن حالة صناعة المحتوى الرقمي سواء في الجزائر أو في العالم. نبدأ هذه المداخلة بعرض الإشكالية، نبدأها من كتاب ألفين طوفلر. ألفين طوفلر ذا كتاب أحدث ضجة سماه بالموجة الثالثة السربية. يتحدث فيه ألفين طوفلر على انتقال الحياة البشرية من العصر الزراعي إلى العصر الصناعي ثم إلى مجتمع المعلومات، حيث أكد ألفين طوفلر أننا نعيش في مجتمع يسمى بمجتمع المعلومات، أي أن المعلومات هي أهم شيء في حياة الإنسان. بعد ذلك جاء مجموعة من الباحثين قالوا بأن العيش أو مصطلح العيش ربما هو مصطلح قديم نوعا ما، استبدلوه بمصطلح آخر على حسب قول دانابولت، قال بأننا ننغمس، يعني مصطلح العيش استبدل بمصطلح الانغماس، ننغمس في مجتمع المعلومات، وكأننا يعني كأن الإنسان مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت المتصل، ينغمس تماما في محتويات ومضامين هذه المواقع. كما أن الكثير من الباحثين قالوا بأن العيش أو الانتقال من الحياة الحقيقية إلى الحياة الافتراضية أصبح أمر قديم، بل انتقل الإنسان في صناعة المحتوى من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع غير الطبيعي. ولهذا لازم علينا نحن كباحثين وأكاديميين على الأقل وضع الأمور في نصابها وتشخيص العلم. للأسف الشديد يعني مواقع التواصل الاجتماعي شئنا أم أبينا أثرت بطريقة سواء إيجابية أو سلبية كبيرة على حياتنا، ويفتى العديد من الدراسات فقد استطاعت هذه الأخيرة السيطرة على حياة الأفراد وهدم منظومة القيم في المجتمعات. وعلى حسب تصريح جورج كيري وهو باحث بريطاني يعني مشهور جدا في صناعة المحتوى، قال بأن المستخدم لهذه المحتوى لصناعة المحتوى أو لهذه المحتويات يجب عليه أن يضع حزاب الأمان، حيث شبه جورج كيري مواقع التواصل الاجتماعي والطوفان الإعلامي الناتج عنها بالسيارة الرياضية التي تسير بسرعة جنونية، ولزم على السائق وضع حزام الأمان تفاديا لحوادث مميتة. حيث أكد جورج كيري أن هذا الطوفان الذي يشهده العالم يلزمنا بوضع حزام أمان لتقليل حدة الانغماس والإدمان الخطير للمستخدم، مما ينتج عنه الكثير من الآثار السلبية. وأكد جورج كيري بأن هناك مصطلحين يجب على المستخدم تداركهما في أقرب فرصة عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهما حزام الأخلاق، يعني حزام الأخلاق أخلاقات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لجام القانون يعني القوانين الرابعة لإنشاء المحتوى الرقمي. وأكد جورج كيري أيضا أن الطوفان الرقمي مس جميع الطبقات الاجتماعية والعمرية في المجتمعات، فلم يسلم لا كبير ولا صغير من هذه المحتويات الرقمية التي أثرت سلبا أو إيجابا على المستخدم. نعطيكم مجموعة هي حقيقة ازدياد المشاركة الرقمية بشكل كبير جدا، وظهور الممارسات الرقمية
في المجتمع الحديث ظهر هناك يعني ممارسات رقمية كالبيع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية أو الحقوق في المواطن أو الحقوق في الموبايل أو تقديم الخدمات الإلكترونية. قال جورج كيلي أن كل هذه الممارسات ظهرت مع ظهور محتوى أو صناعة المحتوى التي أصبحت تلاقي رواجا كبيرا يوما بعد يوم. هنا قسمنا ربما المداخلة تاعنا إلى المستخدم، مستخدم المحتوى هذا الذي يتلقى المحتوى، ثم إلى صانع المحتوى، وبعد ذلك إلى التأثيرات الإيجابية والسلبية لصناعة المحتوى. حسب تقرير دوموكم السنوي، هذه عبارة عن مركز إحصائيات تعطينا أهم الإحصائيات الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلام والمعلومات وما إلى ذلك. أكدت أنه في 2015 كان عدد المواطنين الرقميين، حتى نقصوا على مصطلح المواطنين الرقميين بإدارته هذه دومو، أكدت على أن المستخدمين الرقميين أو المواطنين الرقميين حسب شركة إحصاء دومو بلغ 3.4 مليار مستخدم في سنة 2016، في حين أن في نهاية 2022 ارتفع العدد إلى 5.8 مليار مستخدم، أي ما يعادل 63% من سكان العالم، والباقي 8 مليار، وهذا رقم مهول ومخيف. وفي منصات التواصل الاجتماعي يوجد هناك 4.74 مليار مستخدم، بمعدل استخدام يومي يفوق 2.5 ساعة كل يوم. ولدى نقيب مجموعة من الإحصائيات التي تثبت التدفق الإعلامي الكبير الذي نشهده في العالم حاليا. ماذا يحصل في الفيسبوك في 60 ثانية؟ تحمل 243 ألف صورة في 60 ثانية، يرسل أو إرسال 150 ألف رسالة في 60 ثانية، 4 مليون إعجاب في 60 ثانية، 500 ألف مشترك جديد كله في 60 ثانية، و100 ألف طلب صداقة، إضافة إلى مشاركة 50 ألف رابط. يعني تقريبا هذه الإحصائيات الخاصة ب 2022 ماذا يحصل في فيسبوك في 60 ثانية. وفي استطلاع قامت به أيضا شركة تطريبوكس حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لطبقة عمرية بين 16 سنة و64 عام، أكدت أن السبب الرئيسي للاستخدام تمثل في أولا البقاء على اتصال مع العائلة الرقمية، هذا أول سبب. ثاني سبب هو مد وقت الفراغ. ثالثا قراءة القصص الإخبارية. رابعا البحث عن محتوى الإنترنت الذي يساعد المستخدم. ثم خامسا متابعة الترند وصناعة محتوى ما إلى ذلك، لتأتي النسبة الأخيرة أو السبب الأخير اللي هو البحث عن العلم. يعني هذه حسب دكتور، وإذا رجعنا إلى الجزائر نجد أن عدد مستخدمين الفيسبوك في سنة 2022 وصل إلى 22 مليون مستخدم نشط يوميا، وفي موقع انستغرام بلغ العدد 8 مليون مستخدم. وربما يبقى تويتر هو أدنى أو أقل يعني منصة رقمية استخداما من قبل الجزائريين بمعدل 1.1 مليون مستخدم نشط يوميا. وإذا جينا نقيس مثلا في الجزائر نجد بأن بدنا هي الولاية الخامسة من حيث الاستخدام بعد الجزائر العاصمة وهران سطيف قسنطينة بنسبة بلغت 3% من مجموع المستخدمين في الجزائر. أما بالنسبة لصانعي المحتوى فالأمر هنا مختلف، لأن الأمر لا يتعلق بالاستهلاك بل بالإنتاج أو بالجانب التسويقي والإعلامي. فأصبحت تسمى هذه البعثة حسب كريستوف ديف أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكسفورد بمملكة الأموال الضخمة، يعني صناعة المحتوى عندها علاقة كبيرة جدا بالجانب التسويقي والإعلامي، حيث تخيلوا أن حجم المعاملات التسويقية التي تمت عبر صانعي المحتوى فقط في 2022 17 مليار دولار حسب دراسة مجلة إيكونوميكا الأمريكية. وهذا يدل على الاهتمام الكبير بصناع المحتوى والجانب المادي الذي يأتي جراء العملية التسويقية والإعلامية. ويشهد العالم اليوم قرابة 5.7 مليون صانع محتوى معتمد لدى مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكدت دراسات أخرى إلى أن العدد قد يكون 3 أضعاف ما هو مصرح به في هذه المواقع، في حين أكدت دانا وايت أن عدد المؤثرين
في مواقع التواصل الاجتماعي سيفوق عدد الصحفيين بحلول عام 2023 حاليا، ربما عدد صانعي المحتوى يفوق كثيرا عدد الصحفيين. ما الذي يحصل في الحياة الافتراضية أو عندما نتلقى ما يسمى بمحتوى تواصلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أهم المشاكل التي يعاني منها مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي هي الأمراض العضوية والنفسية، عندها الأثار السلبية ثم تأتي على الأثار الإيجابية. وأهم الأعراض حسب Emotion Matters هي ظاهرة الفومو أو الإدمان. ماذا تقصد بظاهرة الفومو أو الإدمان؟ ظاهرة الفومو أو الإدمان الإلكتروني هي أن المستخدم لهذه المواقع لن يستطيع أن يتجاوز الثلاث دقائق إلا وحمل هاتفه النقالي، يعني ما يقدرش يقول تدخين عندما يشوف الهاتف تاعو النقالي يشوف. سميت هذه الظاهرة بظاهرة الفومو، وهي أسماء هذه معروفة، وبالعكس صنفت في أمراض نفسية خطيرة جدا تسمى بمتلازمة الفومو، هي أن الإنسان لن يستطيع أن يتخلى عن هاتف النقال أو مراجعة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدة تتجاوز 3 دقائق، يعني قبل 3 دقائق تلقاه دائما يشوف التليفون تاعو حتى وإن كانت لديه اجتماعات مهمة وما إلى ذلك. ومن بين المؤشرات على هذه المتلازمة هي التشتت الذهني، دائما الإنسان يكون يحكي وقت يشوف مع الفيسبوك ينسى واش كان يحكي، تسمى بظاهرة التشتت الذهني في متلازمة الفومو، أو فقدان الذاكرة الجزئي، أو اضطرابات نفسية كالغضب والانفعال وما إلى ذلك. كما أن من بين الظواهر التي أحدثتها محتويات الاتصال تسمى ظاهرة النوموفوبيا أو الإدمان الحاد. وكانت الدراسات القديمة يعني سنة 2005 و2010 تشير إلى أن الإنسان إذا استخدم أو المستخدم إذا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ساعة فذلك يدخل ضمن ما يسمى عفوا بالإدمان الحاد. إلا أن حاليا الدراسات الحديثة تقول بأن متوسط استخدام المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي يفوق 2.5 ساعة يوميا. نحن نلاحظ بأن هناك إدمان حاد وشديد جدا على المستخدم. للبين أيضا الظواهر التي قامت بها صناعة المحتوى ألا وهي التوحد مع الوسيلة، يعني الإنسان أصبح متوحد مع الوسيلة التي يستخدم بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد الإنسان يستطيع أن يتخلى عن الهاتف النقال، أصبح عضو من أعضائه البشرية لا يستطيع أن ينساه في الدار وما إلى ذلك. أول حاجة يخرج الدار من الإنسان من الدار تاعه يتفكر هل هز التليفون تاعه ولا ما هزتوش. ثم هذه الظاهرة بظاهرة التوحد مع الوسيلة، أي أن الوسيلة أصبحت ضمن أعضاء جسم الإنسان. نروح للحلول اللازمة، ما هي الحلول اللازمة؟ أشار المختصون في هذا المجال إلى وجود 3 طرق أو حلول لازمة من أجل التخلص من ظاهرة الإدمان أو النوموفوبيا أو الفومو. أولاً ترشيد الاستخدام، أي أن الإنسان يجب عليه أن يرشد الاستخدام. ثانياً هي التربية الإعلامية. وثالثاً التعامل السليم مع المحتوى. تقريباً كان هذا ملخصنا عن الدراسة. مرتبطون بوقت وزمن وهناك التزامات أخرى. إذا نجدد شكرنا للمجلس الوطني للصحفيين بالتبادل على إتاحته لنا الفرصة، وإن شاء الله تكون هناك مناسبات علمية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كل الشكر للدكتور رمزي إن شاء الله على هذه المداخلة لنهار اليوم، وبدون